سيناء معبر الأنبياء، أرض الرسالات والتجليات الإلهية، بوابة مصر الشرقية ودرعها الواقي على مدى الزمان. شهدت أعرق الحضارات ودارت على أرضها ملاحم الخلود. ظلت فكرة إعمارها وتنميتها وربطها بقلب الوطن حلماً يشغل عقول المصريين. لم يكن الطريق ممهدة، فهناك عقبتان كبيرتان: نقص التمويل والإرهاب والانفلات الأمني. إلى أن منح الله مصر قيادة واعية وضعت سيناء على قمة أولوياتها، عملت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما تصدت للمخططات الإرهابية وأعادت الأمن والأمان لكافة ربوع سيناء. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن أنا حبيت بس أقول لينا كلنا إن إحنا مش عايزين، وإحنا لأن إحنا كنا بنفتكر في كل واقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلص بس خلص بالتمن، تمن كبير. وآن الأوان لتحقيق حلم التنمية بأكبر مشروع قومي في تاريخ مصر. البداية كانت بالاكتتاب الشعبي لحفر قناة السويس الجديدة، ليتم افتتاحها بعد عام واحد في ملحمة وطنية. تلك كانت شرارة الانطلاق لتنمية هذه البقعة الغالية وما ارتبط بها من طرق وجسور وكباري ثابتة وأخرى عائمة، وأنفاق على أبعد الأعماق، ومشروعات استزراع سمكي كبرى على مساحة آلاف الأفدنة، تطهير للبحيرات بكراكات عملاقة. واشتملت مشروعات التنمية على العديد من المحاور، كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة والتي كانت على رأسها أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، والتي تعتبر شرايين جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر، بالإضافة إلى إنشاء منظومة من الكباري العائمة التي تنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق التجارية الحيوية بين الشرق والغرب. ولأن الطرق هي الشرايين التي تبنى عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، فتم العمل على قدم وساق بإنشاء شبكة واسعة من الطرق الطولية والعرضية، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ والمطارات أبرزها مطار البردويل الدولي وميناء العريش البحري. ودارت عجلة البناء على كل شبر في أرض سيناء، فتم إنشاء مشروعات إسكان جديدة تتضمن ثلاث مدن سكنية جديدة، وهي مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعات إسكان اجتماعي بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن إنشاء 45 مشروعاً للتجمعات البدوية مصممة على أحدث التقنيات، فضلاً عن رفع كفاءة وإنشاء العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية، وكذا إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بأفرعها المختلفة بالطور وشرم الشيخ وراس سدر، وجامعة سيناء للعلوم والتكنولوجيا. وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الحالية والعديد من الوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية. ولأن المياه هي مصدر الحياة، تم إنشاء 22 مشروعاً جديداً لمحطات تحلية وتنقية المياه لتوفير مياه صالحة للشرب. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل الدولة جاهدة على زيادة الرقعة الزراعية في وسط وشمال سيناء، والتي بلغت 500,000 فدان، خاصة بعد الانتهاء من أكبر مشروعين لمعالجة مياه الصرف في الشرق الأوسط، وهما محطة معالجة مياه المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
والتي ساهمت في استصلاح وزراعة الأراضي الرملية وتوفير الآلاف من الأشجار المثمرة، ومزارع سمكية هي الأكبر من نوعها، تمثل نهضة كبيرة في مجال الأمن الغذائي. ملاحم من العطاء تتجلى في انطلاقة نوعية ذكية عبر إنشاء العديد من الصروح الإنتاجية، حيث تم إنشاء مصنع أسمنت العريش ومجمعات إنتاج الرخام والجرانيت بالجفجافة، فضلاً عن المنطقة الحرة شرق بورسعيد، والتي ستجعل من سيناء محوراً هاماً في التجارة العالمية والدعم اللوجستي لخطوط الملاحة الدولية، وساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل لأهالينا في سيناء. كل ذلك تحقق ومصر تحارب الإرهاب الغادر. موضوع الإرهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا ان احنا نخلصه. لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على ان هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا. تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا أنك تمشي؟ الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول؟ لا، هي بير العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا وكل الناس فيها بخير. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، مفيش أي مشاكل من أي نوع يعني. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري والوضع بقى جيد جدا، وإن زي كل المحافظات. كنت في 2014 و2015 كنت بنزل وبتشاهد قبل ما انزل، عشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار، وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقرت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد، ووضع البلد أحسن من الأول، وفي حالة تقدم في البلد. احنا في وضع أحسن كتير من سن فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100%، وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. وجاء التكليف من القيادة السياسية لدعم خطط التطوير الاستراتيجية لشمال سيناء بدفع مجموعات من المعدات والآلات، والتي ستشارك في مشروعات التنمية الشاملة لتحسين جودة المعيشة للمجتمع السيناوي وتغيير وجه الحياة في هذه البقعة الغالية من أرض مصر. سيناء ستظل حلم وطن يتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين وبإرادة شعبها وعزمه على قهر المستحيل.